وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى مغادرته البلاد مساء أمس، كما كان في الوداع أصحاب السمو الأنجال وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء.